بمناسبة يوم المرأة الإماراتية نتشرف وبكل فخر واعتزاز ومحبة أن نرفع باسم كل بنات الإمارات إلى أمنا الغالية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كل تحية احترام واعتزاز وفخر. الله يديمها إن شاء الله، تاج على رؤوسنا إن شاء الله، نفاخر بها العالم كله. أن يكون أول يوم للمرأة الإماراتية يكون مخصص للمرأة العسكرية، هذا شرف كبير للمرأة العسكرية منتسبة القوات المسلحة، تقديراً لجهودها وتقديراً لحضورها ومساهمتها في المجال العسكري، وسام شرف إحنا نحمله في صدرنا منتسبات القوات المسلحة. ونشكر الشيخة فاطمة على الإيمان فينا وعلى هالشرف اللي أعطتنا إياه. انخرطت في القوات العسكرية من سنة 1995، صار لي 20 سنة في الخدمة. حبيت المجال العسكري كفكرة جديدة، وكان في دعم وايد كبير من أم الإمارات الشيخة فاطمة، الله يطول بعمرها ويحفظها، والمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان النهيان. أول ما دخلت كنت طبعا برتبة ضابط بلازم ثاني، دخلت بتخصص طبعا متخرجة من جامعة الإمارات تخصص علوم كمبيوتر، واشتغلت في تقنية المعلومات مدة تقريبا 3-4 سنين تقريبا، ومن بعدها دخلت دورة الطيارين الإناث الأولى وتخرجت، والحمد لله توالت الدورات، وحاليا اشتغل في قيادة القوات الجوية. هذا اليوم يعتبر وسام شرف لكل امرأة إماراتية وامرأة عسكرية، دعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد والشيخة فاطمة، الله يطول بعمارهم. ونعتبر هذا اليوم ميلاد جديد، وكل سنة إن شاء الله تكون الإمارات بخير والمرأة الإماراتية بخير والعسكرية بخير. وكذلك أيضا خواتنا في القوات المسلحة، كان وجودهم ومشاركتهم معنا هذا الحفل رسالة مجتمعية كبيرة إلى كل بناتنا وكل خواتنا على الواجب الكبير اللي أدنا، وعلى أيضا بعد الطموحات الكبيرة لوطننا. وما ننسى أيضا بعد الرائدات في العمل التربوي اللي شاركنا اليوم الحمد لله وقمنا بتكريمهم، لأنهم غرسوا البذور وكانت بداية لطريق الحمد لله ومسيرة كبيرة من تنمية وتمكين المرأة في دولة الإمارات. فباسمنا جميعا ونحن نعيش فرحة إنجازات الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية، احتلت أعلى المؤشرات العالمية في احترام المرأة وفي أيضا تمكينها. وأيضا بعد ما ننسى أن هذه الإنجازات في جميع المجالات سواء كانت المشاركة السياسية أو كانت الاجتماعية أو الاقتصادية تحققت، لأن كلنا نحن فعلا على قدر الرهان وبهذه الإرادة اللي عند المرأة. لكن أيضا بعد الأهم تحققت في دولة الإمارات لابنة الإمارات، لأننا كلنا بنات زايد وأمنا أم الإمارات.